ان شاء الله في العمل، يعني في عمل خيري وفي لجان خيريه. مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم الأسبوعي دار الخيل. إن شاء الله في نفس هذه اللحظة والتوقيت الساعة 9:30 مساء نطل عليكم دائما مع قضية جديدة وضيوف مميزين. بداية بتطرق لجزئية مهمة اللي هي تبرع بعض الجمعيات. هناك 8 جمعيات تبرعت، اللي هي جمعية صباح السالم، العارضية، الصباحية، سلوى، الأندلس، بيان، والرضا حولي، والصرة. يعني 8 جمعيات تبرعوا بخصوص مناصرة أخواننا السوريين، الشعب السوري بمعنى أصح. بس السؤال اللي أنا أطرحه وسألت أخواننا 8 جمعيات، الشيك وينه؟ باسم منه طلع الشيك؟ هذا واحد. 2، على أي بند أنت خذيت هذه الأموال؟ 3، شنو يعني عملية الصرف؟ موافقة مجلس إدارة أم مزاجية من رئيس مجلس الإدارة؟ بس للتوضيح مشاهدينا الكرام، إحنا متضامنين مع أخواننا، وإحنا دائما مع اتجاه حكومتنا ومع أميرنا في عملية التبرع. وإحنا نقول دائما يا ليت حتى تتبرعون من أموالكم الخاصة كمشاهدينا الكرام. بس أنا أحب أسأل، ليش ما صارت العملية فردية؟ ليش ما صارت العملية جماعية؟ الجمعيات ككل تحت غطاء اتحاد الجمعيات بموافقة قانونية من وزارة الشؤون. بس أحب أوجه سؤال لمعالي وزير الشؤون الأستاذ أحمد الرجيب، هذا كتابك وجهته أنت لثمان جمعيات، يعني هل هذا حرص على أموال المساهمين؟ مع أن هناك في أسباب وقضايا كثيرة أموال المساهمين هباء منثورة ووزارة الشؤون لا تحرك ساكن، بس هل الكتاب هذا في قصد فيه؟ لكم شغلة فيه أو معنى أصح عليس لكم قصد فيه معالي الوزير، شو الأسباب؟ يليت توضح لنا شنو أسباب هذا الكتاب طلع، لأن هناك أحاديث وقاويل طلعت أتمنى أنها غير صحيحة. بس أحب أوجه للجهة المسؤولة اللي استلمت من الجمعيات التعاونية، هل صحيح هذه الجمعيات اتجهت إلى جمعية الهلال الأحمر السوري؟ فإذا اتجهت له مصيبة، لأن هذا الجهاز جهاز بعثي للنخاع. مشاهدينا الكرام، اللي حاب يتواصل معنا في موضوع حلقتنا لهذه الليلة، ما عليك إلا إرسال مسج بحرف لام أو إل بالإنجليزي على الأرقام الظاهرة على الشاشة. كذلك التواصل الاجتماعي تويتر باسم إبداح السهلي، وإن شاء الله مخرجنا يحطه على الشاشة وتواصل وأخذ أسئلتكم عبر التواصل الاجتماعي. موضوع حلقتنا لهذه الليلة، سمعنا قضية فساد الأغذية، سمعنا قضية غلاء الأسعار، نبي الحلول. الآن القضية موجودة على الساحة وشبع الشعب الكويتي من هذه القضية، من أحاديثها، من جميع البرامج. اليوم أنا جبت ضيفين مميزين يمثلون قطاعين مهمين في الدولة، راح أتحاور أنا وياهم في موضوع قضية فساد الأغذية. مع العلم أن واحد من الأخوان الوافدين اللي يشتغل برخصة كويتي يقول لي حمد رب الشعب الكويتي انه ياكل اكل ياباني، وانا اقول له حمد ربك انك على ارض طيبه نفس الكويت. كذلك وافد ثاني يهدد لما صار من عمليه اخواننا البلديه، يقول القانون ما يتطبق علي. لا، قانون يتطبق عليك وعلى غيرك، واقولها مرارا وتكرارا يا غريب كن اديب. قوانيننا اللي هي في عمليه فساد الاغذيه 1000 دينار، هل هي كافيه ام هناك تشريع قوانين جديدة في هذه العملية؟ راح نوجهها لهذا السؤال لضيوفنا. بنظر الشخصي، تاجر مخدرات يمكن يضر شخص أو مجموعة 5 10، والله يكفينا شر هذه المخدرات بسيطة وحكمة معروف، بس فساد الأغذية يضر الشعب الكويتي كافة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. راح نتطرق لمحورنا الثاني اللي هو غلاء الأسعار. الوضع الإقليمي عندنا الآن غير جيد، هناك ربيع العربي اللي قاعد يصير في الدول اللي حوالينا، كذلك هناك توقع ضربة لأحد الدول موجودة في الشرق الأوسط. حكومتنا الرشيدة، الأمن الغذائي مفهومة عندكم شنو؟ قلتها في الحلقة السابقة، هل هو خبزة وجبنة الأمن الغذائي اللي عندكم، أم في واقع تجربة عند في عام 2007 لما كان هناك تهديد من الجانب العراقي، كان أمنه للشعب بسكوت وحليب، وهذا واقع صار.
بداية مشاهدينا الكرام أرحب في ضيفي الأول عضو مجلس البلدي الأستاذ مانع العجب. حياك الله أبو فهد. الله يحييك بارك فيك طول لي عمرك. عمرك. كذلك أرحب في ضيفي الثاني عضو مجلس الأمة الأستاذ بدر الدهم. حياك الله أستاذ بدر. يا مرحبا. حياك الله أبو خالد. الله يبارك فيك. الله يسلمك. بداية خلنا نبتدي معاك في محور أبو فهد فساد الأغذية. يمكن في جريدة الشاهد أعضاء البلدي يفتحون النار على الجهاز التنفيذي بسبب الأغذية الفاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا حقيقة يعني أحيي هذه القناة قناة الشاهد، وأحيي أيضا برنامجكم لإتاحة لنا هذه الفرصة، وأيضا مشاركة زميلي أخوي بدر الداهوم عضو مجلس الأمة. وبالفعل يعني قضية الأغذية الفاسدة هي يعني قضية شائكة وقضية يعني تستحق يعني أن بالفعل الإعلام يسلط الضوء على هذا الأمر. يعني أنا ببدأ بداية هذه القضية، احنا حقيقة كأعضاء مجلس بلدي انفجرت عندنا هذه القضية من خلال وسائل الإعلام، من خلال الصحافة، من خلال القنوات الإعلامية، ومن ثم يعني اتفقنا بأن نسوي جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر، ودعينا لهذه الجلسة الجهاز، وكان من المؤسف بأن الجهاز تهرب ولم يحضر هذه الجلسة لمناقشة التنفيذ للبلدية، الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت. وحقيقة يعني تهرب الجهاز من عقد هذه الجلسة ولم يحضر هذه الجلسة، وكان لنا مؤتمر صحفي بهذا الأمر، وأيضا شاركت يعني من خلال جريدتكم الموقرة صحيفة الشاهد. وجهنا أسئلة، أنا يعني حقيقة وجهت لي أكثر من سؤال، وفي الجلسة الماضية كانت هنا أو في الجلسة اللي قبلها كانت هناك ردود غير كافية وغير واضحة. حنا اليوم نقول فيه مادة غذائية فاسدة حسب ادعاء بلدية الكويت، نسمع من خلال الصحافة من خلال الإعلام بأن بلدية الكويت داهمت مخزن وعلى رأسها وزير البلدية وأيضا الفريق معه، وسيطرنا على كمية من الأغذية الفاسدة، وهذه الأغذية نسمع بأنها بآلاف الأطنان. نعم. وكنا نسمع بحجم يعني كبير جدا من هذه كل يوم في زيادة. نعم. في كل يوم في زيادة ومن خلال وسائل الإعلام. دزينا سؤال قلنا يا جماعة نبي من خلالكم كجهاز في بلدية الكويت بأن تكون هناك بالفعل في إحصائية دقيقة وسليمة تقدم لنا كأعضاء مجلس بلدي، على الأقل نبين للشارع الكويتي هل بالفعل في حقيقة أن في أغذية فاسدة أو ما في أغذية فاسدة؟ وجهة نظرك ما في يعني إتلاف لهم؟ طبعا قبل أن نتكلم عن الإتلاف إحنا نتكلم عن مادة غذائية فاسدة وبعدين نجي في مصورة. إيه بوسائل الإعلام في الصحف قاعد نشوفها. أنا أقول مصورة في الإعلام، وأيضا غير أنها مصورة في الإعلام بألاف الأطنان. أنا اليوم مطلوب مني يجيني اسم مادة الغذائية الفاسدة، نوع الغذاء يعني. طبعا اسم المادة الغذائية ونوعها والصن والتحديد الكمية والسبب اللي صنفت هذه المادة الغذائية بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهذه يفترض من خلال تقارير موثقة تقدم من الجهاز إلى الأعضاء ومن خلاله ننطلق عاد. هذا الجواب، هذا السؤال ما لقينا له جواب. جينا على قضية الإعدام، أنت الآن تسيطر وتداهم مخازن وتسيطر على مواد غذائية بحجم كبير، يفترض أنك لما يعني تلقي عليها القبض وبمشاركة من وزارة الداخلية وبمشاركة من وزارة التجارة نهايتها الإعدام. نفس هذه الكمية اللي أنت ضبطتها يفترض في نفس الرقم تعدمها. اليوم أنا قاعد أشوف تلاعب، يعني أنا ما بيوصل إلى مرحلة التلاعب كثر ما بيوصل إلى مرحلة أرقام. يفترض أن يكون عندي رقم ومن خلال الرقم أنا عاد أكشف الوضع، هل الوضع سليم ماشي حسب الخطوات اللي قاعد تتخذها بلدية الكويت ولا في تحفظات. أنا لليومك هذا إلى حد الآن عندي علامات استفهام كثيرة في هذا الجانب. شنو هي العلامات؟ علامات استفهام، أنا ما عندي تقارير موثقة حتى أني أبين الأرقام. اليوم أنا أقرأ من خلال الصحافة بس. الجهاز التنفيذي أستاذ مانع يقولون إحنا شغالين وقاعد نداهم وقاعد نتلف وقاعد، بس إنه أنت شخصيا حددت الأستاذة استغلال المسلم مديرة إدارة الأغذية مسلم تقول أنت تثير
ذعر بين المواطنين بسبب تصريحاتك. من يثير الذعر طبعا يعني هذا مردود عليه, والكلام ترى ما كان لي يعني موجه لي, كان موجه لأحد الزميلات يعني, لكن طبعا طبعا من حقي اني ارد, لان من يثير الذعر ذعر للناس هو من يقول هناك في مواد غذائيه فاسده ولم يثبت لي. انا على الاقل على الاقل حتى اني امشي على خط البلديه, انا ما اقدر اقول من خلال وسائل الاعلام بان في اغذيه فاسده الا من خلال تقارير موثقه مدعمه مذيله بتوقيع المدير العام بان بالفعل في اغذيه فاسده. ومن خلال عاد احنا يبقى دورنا الان الدور الرقابي كمجلس بلدي مع البلديه في هذا الاتجاه. اليوم انا ما اقول ان ما في اغذيه, وفي نفس الوقت اقول انا ما عندي ارقام, لكن انا اقول حتى اني اصدقك على خطك انت كجهاز يعني تسمع ولا تشاهد طبعا, وكل واحد يسمع ولا يشاهد, كل واحد الان الحين يسمع من خلال الاعلام, لكن ما في ارقام حقيقيه موجوده اليوم. اليوم يعني هذا امن غذائي, والامن الغذائي اليوم الماده الغذائيه هي اصبحت اليوم خطورتها كبيره جدا على الانسان. لذلك انت الان لما تجيني تقول لي ماده غذائيه غير صالحه للاستهلاك الادمي, انا اتفق معك من خلال انك تقول لي الماده تسمي لي اياها الماده الفلانيه, الكميه اللي انت ضبطتها كيف صنفت هذه المادة غير صالحة للسلاك الآدمي. هذه كلها خطوات أنت تقدمها تقارير, إحنا وجهنا أسئلة أنا وبمشاركة مع زملائي يردون عليكم, يردون علينا ردود غير واضحة نهائيا, مبهمة مبهمة. لذلك إحنا احتفظنا على الردود وقلنا غير كافين, ما نكفي بهذا الرد, بل إن الآن في التوجه ممكن نعمل لجنة تقصي حقائق في هذا الأمر. نعم أستاذ بدر الداهم عضو مجلس الأمة, حكم أنك يعني توك ما صار لك شهرين عضو مجلس الأمة, وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق, وأنت من إن شاء الله من خيرة الشباب اللي نتأمل فيهم خير في خدمة الوطن والمواطن. بوجهة نظرك الشخصية كمواطن كويتي, ثم أبي وجهة نظرك الشخصية كمسؤول عضو مجلس الأمة في عملية فساد الأغذية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, ما بعد في البداية أشكر قناة الشاهد على هذه الاستضافة. الله يسلمك. وهذا الموضوع يعني المهم جدا واللي يشغل بال جميع أبناء البلد, وأنا كنت أسولف مع أبو فهد يمكن لأنه كان قبل إيه لا كان عنده يعني موضوع, هو كان يعني باحث الموضوع بصفة موسعة, لأن يعني الموضوع في قطاع البلدية, وبالتالي هو من الناس اللي حمل هذا الهم. فنقول الله يجزاك خير أبو فهد, ونسأل الله عز وجل يعينك, وحنا معاك في هذه القضية. الأمر اللي قاعد يصير الآن في قضية الأغذية الفاسدة, الأغذية الفاسدة يعني طلعت فجأة قضيتها للآن في عام 2008 للأمانة, يعني هل قبل 2008 كانت موجودة أغذية فاسدة ولا مو موجودة؟ وإذا كانت موجودة ليش ما طلعت إلا في الوقت هذا؟ طيب الأغذية الفاسدة اللي موجودة كانت في السابق هل هي نفس الكميات؟ عندنا تساؤلات كثيرة نحن كمواطنين كويتيين, ايش معنى في هذا التوقيت؟ يعني قبل يمكن الناس فيها تتستر على هذا الأمر أن في أغذية فاسدة, لكن هنالك من يرعى انتشار هذه الأغذية الفاسدة في البلد. أو بناء على كلام أخوي أبو فهد الآن صار عندي شك بناء على قضية أن والله في أغذية فاسدة لكن احنا ما شفنا شيء, في تواطؤ من الجهاز. هل الكلام هذا إنما هو بهرجة إعلامية والله قاعدين يشتغلون البلدية, ولا الكلام يعني واقعي, ولا شفنا أعداد, ولا شفنا يعني الشركات اللي قاعد تجلب الأغذية الفاسدة, شنو الأغذية الفاسدة هذه؟ طيب أعطونا أصنافها أسماءها, من أين بلد المنشأ هذه من الأغذية الفاسدة, شنو بلد نوعها بمعنى أصح, ما هو نوعها؟ كل هذه الأمور تساؤلات كثيرة تهمنا نحن كمواطنين. أيضا الأمر اللي همنا نحن في مجلس الأمة أننا نقول لابد من وضع تشريع بأن يكون هنالك عقوبة رادعة لمثل من ينتهك هذه الأشياء. يعني من آمن العقوبة أسأل الأدب, ما في شك غرامة 1000 دينار أجيب بمئات الآلاف, غرامة 1000 دينار يمكن ما تطلع يمكن أقل من 1% من قيمة هذه الأرض, يعني لأنها يمكن يأخذها بسعر التراب وبالتالي يبيعها هني بكم الربح أضعاف مضاعفة, والألف دينار هذا ممكن أنه ما يصير يعني تأثيره, يعني بالعكس ويطلع أضعاف مضاعفة من هذا المبلغ, وهذا أمر خطير جدا. أن أصبحت الكويت بلد حاضنة وجالبة